شكلها كده السويتش بتاع التليفونات القديم، ودي الآلة الكاتبة بتاع زمان حدش، والكلوب بتاع بتاع الجاز. وجنبها تحت كده اللي هي تحت دي البراية، واللي جنب الآلة الكاتبة ده جهاز موريس اللي هو زي التلغراف، واللمبة الحمراء دي جهاز طوارئ. والعداد اللي هناك ده زي اعتقد كالكوليتر او حاجة، آلة حاسبة يعني. دي آلة كاتبة ودي آلة حاسبة هناك، وقدام منه ميكروفون هنا وميكروفون هنا. ايه الجهاز ده؟ مش عارف. وعنده اجهزة اضاءة كافية. دينفر